سباق مع الزمن تخوضه ألمانيا من أجل توفير شروط النجاح لمبادرة المستشارة أنجلا ميركل بشأن ليبيا. فيوم الأحد المقبل تستضيف برلين مؤتمرا دوليا بإشراف الأمم المتحدة سعيا لإيجاد تسوية للنزاع الليبي. رغبة ألمانيا في إنجاح المؤتمر يبدو أنها تتقاطع مع مصالح أوروبا التي تخشى من تحول ليبيا إلى سوريا أخرى، وتريد كذلك خفض تدفق المهاجرين على حدودها بعد أن استقبلت في السنوات الأخيرة مئات الآلاف من المهاجرين الفارين من النزاعات في الشرق الأوسط. ومع تدخل تركيا العسكري المباشر في ليبيا بات واضحا أن خشية الأوروبيين من اتساع النزاع الليبي بلغت ذروتها. لكن رغم هذه المعطيات تثار تساؤلات عن مدى واقعية الأهداف التي يسعى مؤتمر برلين إلى تحقيقها وفرص نجاحه، خصوصا بعد أن زاد التدخل العسكري التركي المشهد الليبي تعقيدا. ففي الداخل الليبي تتنافر مواقف القوى المتحاربة إلى حد كبير، فعلى جانب يرى الجيش الوطني والبرلمان الليبي والحكومة المؤقتة أن أي حوار لن ينجح قبل القضاء على الميليشيات التي يرون أنها أفسدت التفاهمات السابقة المنعقدة بين خليفة حفتر وفايز السراج في القاهرة وأبو ظبي وباريس وباليرمو. كما يرفض هؤلاء أي تدخل أو وساطات أو مشاركة لتركيا في الإشراف على وقف إطلاق النار. في المقابل تتمسك حكومة السراج وداعموها الأتراك بانسحاب الجيش الليبي من جميع المواقع التي سيطر عليها خلال معركة طرابلس. مساعي الدبلوماسية الألمانية يواجهها أيضا تحد آخر يتمثل في تقريب وجهات نظر الدول الأوروبية المتضاربة الأهداف والمصالح في ليبيا، وخصوصا فرنسا وإيطاليا. لكن يبدو من تفاؤل برلين أنها ربما نجحت في إقناع الشركاء الأوروبيين بخطورة تداعيات الصراع الليبي على مصالح أوروبا. وبين متفائل ومترقب يرى البعض أن إخفاق محادثات موسكو في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية ربما يقلل كثيرا من سقف التوقعات في مؤتمر برلين. ويرى هؤلاء أن النجاح في موسكو كان يمكن أن يضمن النجاح لبرلين، كما من شأن الفشل أن يثير التساؤل عن جدوى مؤتمر برلين.